ينضم إلي الآن من إلينوي في الولايات المتحدة عمر شاكر، مدير مكتب فلسطين وإسرائيل في منظمة هيومن رايتس ووتش. تحياتي السيد شاكر. هيومن رايتس ووتش اليوم قالت إن الادعاءات الإسرائيلية باستخدام حركة حماس المستشفيات في قطاع غزة كبنية تحتية ليست محل اتفاق، وأن هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من تأكيد هذه الادعاءات. ونحن في الأيام السابقة نشاهد اشتداد عنف الحرب الإسرائيلية على المشافي في قطاع غزة. في أول الأيام وجهت حركة حماس دعوة لفريق ثالث محايد مقبول من كل الأطراف لأن يأتي ويكشف على الأرض صحة هذه الادعاءات، وإسرائيل رفضت. فبرأيك لماذا ترفض إسرائيل؟ إسرائيل كانت تغلق دخول الصحفيين والخبراء منذ 7 أكتوبر، فوصول الخبراء الإنسانيين إلى غزة كان ممنوعا أيضا منذ عام 2008، وبحثنا يظهر أن إسرائيل كانت تهاجم المستشفيات عبر غزة، والقانون الإنساني الدولي يضمن حماية المستشفيات والأطباء والعاملين في المجال الطبي، يجب حمايتهم في كل الظروف. والحكومة الإسرائيلية لم تقم بتقديم أي إثبات يثبت على هذه الأمور وعلى أنها تحترم حماية الأطباء والمستشفيات. بالإضافة إلى هذا، لا يمكن للأطباء أن يقوموا بعمليات الإجلاء بطريقة آمنة، وهذا أيضا إضافة إلى الهجمات على المستشفيات، فهذا انتهاك للقانون ويجب حماية الأطباء. سيد شاكر، هل تتابع الصور التي ترد من قطاع غزة، تحديدا من مجمع الشفاء، من يعني صور الأطفال الخدج الذين يعني بدأوا يتساقطون الواحد تلو الآخر ويفقدون حياتهم، هل تتابع هذه الصور أنت بشكل شخصي؟ بكل تأكيد نحن نراقب الوضع عن كثب، نراقب المستشفيات، فالوضع الطبي سيء للغاية، وهناك خسارة لحياة المواطنين بسبب نقص الوقود، وأيضا هناك أيضا أطفال ضمن الوفيات، وهذه أزمة إنسانية، والحكومة الإسرائيلية يمكن أن توقف هذه الهجمات غير الإنسانية. يمكنهم تأمين المياه والكهرباء والوقود، ولكن الفشل يعد جريمة حرب. والصور مرعبة، الصور التي نراها رؤية خسارة الأرواح بسبب السياسات التي تستهدف بطريقة مباشرة المدنيين، هذا أمر مرفوض وغير عقلاني وغير قانوني. طيب سيد عمر شاكر، أشرت إلى يعني ممارسات إسرائيلية منذ عام 2008، وكثرا الآن يتعاطون مع هذه الحرب وهذا العدوان على قطاع غزة، وكأنه بدأ فقط في 7 أكتوبر، بينما في إشارة كتك إلى الأعوام السابقة، دليل بأن الوضع على مستوى إنساني هو سيء جدا، وممارسات الاحتلال الإسرائيلي بالحصار الذي يفرضه على قطاع غزة أيضا يعني تشوبه شوائب إنسانية وقانونية. فبرأيك، هل ما نتابعه اليوم هو وليد اليوم، أم هذا نتيجة القمع الذي يعني عاشه الفلسطينيون سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية على مدى عقود مرت؟ العنف والقمع لم يبدأ في 7 أكتوبر. في 6 أكتوبر كان الفلسطينيون يواجهون جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أيضا، والحصار زاد من تأثير على أكثر من 16 من هذا الحصار الإسرائيلي الذي أبقى الشعب الفلسطيني معتمدا على المساعدات الإنسانية. قطاع غزة لطالما كان تحت هذا القمع لأكثر من 56 عاما، وأغلبية الشعب في غزة هم من اللاجئين واضطروا إلى المغادرة، مغادرة منازلهم في الماضي، والفلسطينيون في غزة يواجهون جرائم ضد الإنسانية. وما نراه الآن هو
مستوى غير مسبوق من القمع والعنف، وهذا أيضا هذا العنف موجود بعد عقود من عدم احترام القانون والأبرتايد. ويجب أن نفهم أيضا أن ما يحصل الآن ليس تبريرا فجرائم الحرب ضد الفلسطينيين من قبل القوات الإسرائيلية لا تبرير له، ويجب أن نفهم إطار هذا القمع المطول ضد الفلسطينيين. سيد عمر، يعني القانون الدولي قانون الحروب يفرض على الأطراف المتنازعة يعني تجنب المصابين والمرضى والمشافي كملاذات آمنة ودور العبادة، وهذا كله لم يحصل في 39 يوما. في هيومن رايتس ووتش وجهتم دعوة للجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممي للتحقيق في حوادث بعينها استهداف سيارة الإسعاف أمام مجمع الشفاء وغيرها من الحوادث. ما الفائدة طالما لا يوجد ما هو إلزامي، ما هو يجبر إسرائيل على وقف هذه الانتهاكات؟ يجب أن نستخدم كل الوسائل المتاحة لدينا. نحن نتكلم عن هجمات واسعة النطاق، هناك تهديد لحياة الأفراد، هناك آليات موجودة في المجتمع الدولي يمكنها أن تساعدنا على تفادي زيادة العنف، وهي أيضا تضمن المحكمة الجنائية الدولية. يجب أن يكون هناك بحث في الجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين، هناك أيضا الأمم المتحدة، هناك لجنات مخصصة صنعت بعد الهجمات الماضية لتفادي هجمات مستقبلية، هناك أيضا محكمة العدل الدولية التي لديها دور أيضا بحسب الأمم المتحدة فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي. هناك أيضا يمكن أن يفرض حصار على إسرائيل على المجموعات المسلحة، هناك آليات موجودة ولكن الإرادة السياسية لتطبيقها كانت مفقودة، ولكن لا خيار لنا. هناك تهديد لحياة الأفراد في غزة يعيشونها يوميا، وهم يستحقون كل جهد من قبلنا للتأكد من نهاية هذا الموضوع ووجود المحاسبة للمجرمين. سيد شاكر، سؤالي الأخير لك، يعني بالنسبة لتصريحات أنت أدليت بها تعليقا على وضع الأسرى وما سميتهم الرهائن في قطاع غزة، وجهت انتقادات لكل من حماس والجهاد الإسلامي وطلبت بأن يتم الإفراج عن الجميع فورا وبدون شروط. من وجهة نظر حماس أن هناك فئات مختلفة لمن يتواجد عنها، هناك من الجنود وهي تعرف نفسها كحركة مقاومة في حالة اشتباك مع احتلال وهذا مشروع قانونا، وهناك المدنيين بما فيهم نساء وأطفال قالت حماس إنها تريد إطلاق سراحهم حين تتوفر هذه الظروف. الرفض يأتي من إسرائيل، وإسرائيل هي التي تفشل كل المحاولات لإجراء هذا التبادل أو لخلق جو لإطلاق سراح المدنيين. فألا ترى أن هناك أيضا مسؤولية على الاحتلال الإسرائيلي بخصوص وضع من هم متواجدون في غزة؟ يجب أن نكون في غاية الوضوح. بحسب القانون الإنساني الدولي، مهما كان التبرير لاستخدام العنف، يجب اتباع القانون الإنساني الدولي. فالتقاط الأسرى هو جريمة حرب، ويجب إطلاق سراحهم بطريقة سريعة، ليس هناك تبرير لالتقاطهم. والمدنيين أيضا يجب إطلاق سراحهم بطريقة غير مشروطة. الواقع الآن هو أن الشعب الفلسطيني واجه عقودا من القمع، ولكن هذا ليس تبريرا لانتهاك القانون. فبالطبع هذا القانون موجود للتعامل مع الإنسانية، من المهم إطلاق سراحهم، والحكومة الإسرائيلية بالطبع عليها مسؤولية ويجب أن تطبق القانون الإنساني الدولي. وبكل تأكيد الحكومة الإسرائيلية تنتهك هذا القانون عبر قمع الشعب الفلسطيني وعبر إطلاق الصواريخ وإجراءات أخرى تتخذها، ولكن مسؤول مسؤولية أيضا بحق الرهائن هو أيضا إطلاق سراحهم بطريقة سريعة بغض النظر عن إطار أو الإجراءات الأخرى. وأيضا يجب أن تنهي الحكومة الإسرائيلية جرائمها خاصة العقاب الجماعي.
شكرا جزيلا لك عمر شاكر، مدير مكتب فلسطين وإسرائيل في هيومن رايتس ووتش، كنت معنا من إلينوي.